لو بصيت كده على الفيديو ده، الفيديو ده نزل على قناتي على اليوتيوب، وبشكل تلقائي راحت رساله على جروب الديسكورد للناس اللي موجوده معانا. كل ده اتعمل بالاوتوميشن وتحديدا ببرنامج اسمه الباربي. ممكن تكون سمعت عن فكره الاوتوميشن دي قبل كده ببرامج زي زيبير او انتجريتي. والاوتوميشن معناه بشكل بسيط جدا ان انت حاجه تخلي روبوت يعملها بدل ما انت تعملها بنفسك، وخاصه الحاجات اللي بتتعمل بشكل مستمر وممكن روبوت يعملها بدالك، او حتى تضيف معاه الذكاء الاصطناعي فيعملها احسن منك. تعال بقى دلوقتي اشرح لك تعمل ده ازاي، وده بالمناسبه هيوفر عليك وقت كتير جدا، او ممكن يبقى خدمه تتعلمها وتعملها كفريلانسر لعملاء وتاخد منهم مقابل شهري. كل اللي انت هتعمله هسيت اب الاوتوميشن في الاول، او هتشغل الاوتوميشن ده وهو هيفضل شغال بقى طول الشهر عادي وانت عمال بتاخد فلوس، فموضوع لطيف يعني. كل اللي انت محتاج تعمله تروح على الرابط اللي هسيبه لك فيه الوصف بتاع الباتو، وطبعا انت عندك خطه مجانيه تقدر تتعلم فيها وكمان تعمل بيها شغل مناسب جدا. طيب ده كده حسابي على الباتو، ودي عندي بعض الاوتوميشنز. انا على سبيل المثال الاوتوميشنز عاملها لما مثلا شخص يدخل على الاعلان بتاعنا على الفيسبوك يسجل بياناته، فالبوت بياخد البيانات دي ويبعتها لي على السي ار ام، ويبعتها لي على اكسل شيت، ويبعتها لي برده على البرنامج اللي احنا بنستخدمه علشان نبعت ايميلات للعملاء. فالفكره هنا ان انا بدل ما اروح اخد البيانات دي بشكل مانوال واروح افضل ابعتها في كذا مكان فوجع دماغ طبعا، لا هو بيعمل لي ده بشكل تلقائي. مش بس كده، احنا بنستخدم حاجات ثانيه منها اللي انا لسه قايل لك عليها دلوقتي. تعال اوريك كده الاوتوميشن ده سريعا واعرفك ازاي تعمله. الاوتوميشن ببساطه بياخد من يوتيوب ان هو لو نزل فيديو جديد او لما ينزل فيديو جديد عندي على القناه يروح يبعت رساله على الديسكورد. علشان اعمل ده طبعا لازم ادي الباتو اكسس للاكونتين بتاع اليوتيوب واكونت الديسك. لو انت مش حابب تدي برضو اكسس لقناه يوتيوب بتاعتك بشكل مباشر فممكن في تريكايه كده هقول لك عليها، بس تعالوا كده نعمل الاوتوميشن من الاول. فانا هروح ادوس على نيو اوتوميشن، خلونا كده نديله اسم مع بعض يوتيوب ديسكورد مثلا. هدوس على سيلكت اب ووتش سيند ستيت، يعني انا عايز دلوقتي اختار الابلكيشن اللي هيدي بيانات لالباتو، تمام؟ فانا هروح اختار يوتيوب او هبحث على يوتيوب، هنا هختار يوتيوب اهو، وبعد كده بيقول لي اختار ايفنت. قدامي حاجه من اتنين، يا اما اخد ايفنت من القناه بتاعتي وبالتالي هدي له اكسس على القناه بتاعتي اللي هي مثلا عليها 20000 مشترك 170000 مشترك وات ايفر. فانت لو خايف على القناه لاي سبب، هو طبعا الموضوع امان ولكن انا بقول لك احتياطا، ممكن بقى تختار الاوبشن الثاني، وهنا ساعتها هتبقى عامل قناه عادي ما فيهاش اي مشتركين ولا اي حاجه وتشترك في القناه الاساسيه بتاعتك، تمام؟ هختار الاوبشن ده، وبعد كده هلاقي ان انا عندي اكونتات. طبعا الاكونتات دي انا موصلها، لو انت يعني طبعا لسه جديد فما عندكش اكونت هتدوس على اد اي كونكشن وتدوس سبميت. بعد كده هتختار ادي اسم الاكونت بتاعك وليكن مثلا يوتيوب تشانل، ماشي، ودوس كونتينيو. بعد كده هيطلب منك ان انت تساين ان بالاكونت بتاعك، فدوس ساين ان جوجل، اختار الاكونت اللي انت عامل بيه القناه اللي انت هتروح بقى بالقناه دي تفتح الاكونت على جوجل تشترك في القناه بتاعتك علشان تظهر لك هنا، وهوريك دلوقتي هتظهر لك ازاي. بعد ما تخلص الخطوه دي هتيجي بقى هنا، بعد ما تخلص الخطوه دي هتلاقي عندك تشوز يوتيوب كونكشن، هيظهر لك الاكونت اللي انت اخترته. فانا هنا عامل تعلم واي تي ده وهدوس اد تريجر. دلوقتي بقى هيطلب مني انت عايز انهي قناه اللي انا اخد منها الداتا. فانا عندي هنا دول ثلاث قنوات انا مشترك فيهم بقناه، يعني باكونت عادي ممكن ادي اكسس لاي حد عليه. فعندي اي برينيرز القناه الاساسيه، عندي تعلم، فانا دلوقتي هختار اي برينيرز. طبعا انت في الحاله دي هتختار قناتك اللي انت عايز تاخد البوستات منها او تاخد الفيديوهات منها، وتدوس على سيف. بعد كده هتنزل تحت، هو دلوقتي في فيديو جديد نزل على القناه دي عايز بقى تعمل بيه ايه، فهنزل تحت اختار الابلكيشن اللي انا عايز ادي بيانات ليه. وبالتالي انت عندك عدد كبير جدا من الابلكيشنز، هنا هنختار الديسكورد. دلوقتي بقى بيقول لك انت عايز تعمل ايه، انا دلوقتي عايز ابعت رساله صح كده، فهختار سند شانل مسج. بعد كده هتختار الاكونت، طبعا انا دلوقتي فاتح ايبرنيرز الديسكورد بتاعي ومدي اكسس لالباتو على السيرفر الاساسي، لازم تكون ادمن على السيرفر علشان تقدر تعمل حاجه زي كده. لو انت بتفكر تعمل ده في اي سيرفر وخلاص مش هتعرف تعمل ده، فلازم ان انت تكون ادمن على السيرفر، السيرفر ده يكون بتاعك او بتاع حد عامله وانت ادمن عليه، وهتدي تختار اكسس وتمشي في البيانات او في الخطوات اللي هيطلبها منك، الموضوع بسيط. بعد كده تيجي تختار الاكونت بالشكل ده وتدوس اد ان اكشن. دلوقتي بقى هيقول لك انت عايز تبعت رساله على انهي شانل بالظبط، طبعا ده السيرفر بتاعنا فيه شانلز كتير، تمام؟ فانا وليكن مثلا هحط على التنبيهات هام ده مثلا وليكن، تمام؟ هختارها. بعد كده هو دلوقتي بيقول لي ايه الرساله اللي انت تبعتها؟ فانا هقول مثلا وليكن السلام عليكم لقد نشرت فيديو جديد مثلا، تمام؟ وبعد كده عايز احط عنوان الفيديو. هنا بقى تيجي الميزه بتاعت الباتو ان هو خد بيانات الفيديو قبل كده ودلوقتي هيسمح لي ان انا احطها. فلو نزلت تحت هو هنا بيقول لي في يوتيوب لو دوست عليها اداني بيانات شانل اي دي، ده الاي دي بتاع القناه بتاعتك، بعد كده تايتل عنوان الفيديو فده اللي انا هختاره،
هدوس تايتل كده، انا بقول له لقد نشرت فيديو جديد وادي عنوان الفيديو. بعد كده هقول له مثلا رابط الفيديو، عايز الناس تخش تتفرج على الفيديو، فهكتب رابط الفيديو، او طبعا تقدر تكتب اللي انت عايزه بالمناسبه ماشي. وبعد كده تبدا تحط رابط الفيديو. طبعا عندنا بيانات كتير زي ما قلنا، منها الفيديو يو ار ال، فلو حطيت الفيديو يو ار ال كده هو هيكتب سلام عليكم زي ما انا كاتب لقد نشرت فيديو جديد، وبعد كده يحط اسم الفيديو او عنوان الفيديو، وبعد كده رابط الفيديو يحط له اللينك بتاع الفيديو، وهتلاقي ده اتبعت بشكل تلقائي. طبعا ده بعد ما تعمل سيف وتبدا تعمل ستارت. دلوقتي بقى في حاجه، وهي ان انت ممكن لو مش عايز الرساله تتكتب كده بشكل بايخ وعايز الذكاء الاصطناعي يكتب لك حاجه، فانت هنا ممكن تعمل حركه لطيفه جدا، تيجي هنا في النص وتضيف خطوه جديده، تدوس اكشن وتروح تختار اوبن اي اي مثلا، وده موديل الذكاء الاصطناعي بتاع شات جي بي تي، وتكتب تيجي تحت هنا تعمل مثلا جيت فريز كومبليشن او كرييت شات كومبليشن ايا كان، وتبدا تدي الشات جي بي تي بتاعك برومبت. طبعا انا هنا في الوقت الحالي عامل اتصال لشات جي بي تي، لكن علشان معيش رصيد هناك فمش هيشتغل، ولكن الفكره ببساطه ان انت تيجي هنا تختار الموديل، وليكن مثلا تختار شات جي بي تي 3.5 او 4 حتى لو انت ليك اكسس عليه، تكتب البرومبت تقول له مثلا انا بكتب او عايزك تكتب سوشيال ميديا بوست عن الفيديو الفلاني، وتدي له التايتل. يعني انت لو جيت تحت هتلاقي يوتيوب وهتلاقي التايتل موجود اهو، فتقدر ان انت تدي التايتل بشكل متغير، يعني كل فيديو جديد الشات جي بي تي هياخد التايتل بتاع الفيديو الجديد ده، مش يعني مش مجرد كلام ثابت. وبعد كده بقى تملى البيانات، واللي ده لو حابب برضو نشرحه في وقت من الاوقات ونعمله بشكل عملي ممكن تكتب لنا تحت في التعليقات. بعد كده هتعمل سيف، وبعد كده هتروح على الخطوه الثالثه، هنا بقى هتلاقي حاجه جديده ظهرت معاك وهو اوبن اي اي، يعني انت ممكن تمسح كل ده تمام، يعني ممكن السلام عليكم دي تمسحها خالص وتيجي اوبن اي اي وتختار الريزلت، ريزلت تكست بس، فالذكاء الاصطناعي كتب لك حاجه، بعد كده انت قلت الالباطو يحطها لك في بدايه الرساله وتحت عنوان الفيديو والرابط. انا عارف الموضوع ممكن يكون معقد لو انت ما جربتش حاجه زي دي قبل كده، ولكن عند ما تجرب الموضوع هتلاقي الدنيا بسيطه. طيب عشان نلخص الدنيا، احنا هنا اتكلمنا عن حاجه اسمها اوتوميشن، وهي ببساطه ان انت تخلي بوت يعمل لك حاجات بشكل تلقائي، وممكن تدمج معاها ذكاء اصطناعي فيخلي لك الموضوع اكنك انت اللي بتعمل الشغل. طب ممكن ده توظفه في ايه؟ موضوع يعني كبير جدا، انت ممكن توظفه لو انت بتشتغل في مجال التسويق، ان هو ينزل منشورات سوشيال ميديا بشكل تلقائي وبشكل مستمر، كل يوم مثلا يكتب سوشيال ميديا بوست بالذكاء الاصطناعي ويروح يشيره لك على الفيسبوك والانستجرام وكل حته في الكوكب. وممكن ان انت لو كونتنت كرييتور وعايز فيديوهاتك مثلا تنزل او المقالات بتاعتك تنزل على المدونه، بعد كده يروح يشيرها لك على ديسكورد وكل المنصات بشكل تلقائي، ممكن تعمل ده. طيب هل انت هتستفيد ده لنفسك بس؟ لا خالص، انت ممكن تعمل اصلا بيزنس حوالين الموضوع ده، وهو حاجه اسمها اوتوميشن او اي اي اوتوميشن ايجنسي، وده زي السوشيال ميديا ايجنسي كده ولكن بشكل متطور ومتقدم اكتر والمنافسه فيه اقل، لان مش ناس كتير فاهمه في المجال ده. انا بدات من قريب اهتم بالمجال ده، بدات اطبق الحاجات دي لنفسي وفي البيزنس بتاعنا، بنستخدم ده بالفعل على خبير اونلاين، بنستخدم ده بالفعل في التشانلز بتاعتنا او اليوتيوب تشانلز بتاعتنا ايبرينيرز وتعلم اونلاين، وقريب بفكر ان انا اعمل كورس، غالبا هعمله الاول باللغه الانجليزيه بعد كده ان شاء الله هعمله بالعربي. فلو انت مهتم تعرف في المجال ده وبتفكر تبدا فيه بيزنس او تبدا فيه كفريلانسر او حتى تتعلم تستفيد من ده في الشغل بتاعك انت تحديدا علشان توفر وقت وتكسب فلوس اكتر وهكذا، فاكتب لي تحت في التعليقات وان شاء الله هحاول ان انا اتكلم في الموضوع ده اكتر الفتره الجايه. ولو كان محتوى الفيديو ده لاي سبب النهارده في حاجه مش واضحه، عندك سؤال اكتبها لي برده تحت في التعليقات او اتواصل معايا من خلال جروب التليجرام، وهكون مبسوط جدا ان انا اساعدك ان شاء الله. انا حسام الدين حسن ودي قناه ايبرينيرز، القناه اللي هتساعدك تعرف كل ما هو جديد في مجال التكنولوجي بشكل عام وتحديدا الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي. لو انت مهتم بالموضوعات دي هتشرف جدا بمتابعتك للقناة، ولو عندك اي اسئلة اكتبها لي تحت.